دكتور نتعرف على حضرتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلاح الشرقاوي، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو أنصار السنة المحمدية بالقاهرة. دكتور محمد، حضرتك كنت تهاجم شبكة يقين، فأريد أن أعرف يعني ملاحظات حضرتك على شبكة يقين. والله ملاحظاتي عن شبكة يقين موقع الحق والضلال الذي يقوم عليه النصارى في مصر، لديهم كثير من المقاطع التي تسب الإسلام وتسب المسلمين، وأتحدى إن وجدوا مقطعا على اليوتيوب ولا على أي مواقع أخرى ممن هي معنية بفيديوهات تصويرية أن تسب غير المسلمين. فنحن ننضبط بالشرع الذي علمنا إياه النبي، وأكيد أن في شريعة سيدنا عيسى عليه السلام هذا المعلم الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم. واعتصامات الإسلاميين في كل مكان ما نتج عنها تخريب، ولا نتج عنها حرق، ولا نتج عنها قتل شرطة، ولا نتج عنها قتل جيش. وجميع اعتصامات النصارى في مصر فيها قتل وحرق وسفك للدماء، ولا يأتون إلا ببعض الأمور التي يمنتجوها التي تسيء إلى الإسلاميين. يعملون بمبدأ الظالمين لا تقربوا الصلاة، وينامون على وأنتم سكارى، ويقولون المشايخ حرموا الصلاة. فعليهم يعني أن يتقوا الله في الإسلاميين كما أننا نتقي الله فيهم، وليعلموا أننا 77 مليون وهم 8 مليون، فهذه نسبة لا تناسب فيها، ولكن نحن ننضبط بالشرع وننضبط بالدين. وإن كانوا هم يقولون أن يعني الأرض دي بتاعتهم، فنقول لقد أعطى أهل مصر من النصارى والقبط آنذاك مفاتيح مصر لعمرو بن العاص لعدله وكرمه. وأذكر أن ابنة المقوقس عظيم القبط في مصر آنذاك أرسلت خادمة تستطلع الأمر، فجاءتها وقالت إن من ضوابط دخول هذا الجيش أن يؤمن الكنائس، ولا يقتل شيخ ولا امرأة ولا طفل، ولا يقطع شجرة، ولا يقتل بهيمة. فقالت: رجل أتى إلى مصر يحفظ دماء الكبار والصغار والنساء، ولا يخرب الأشجار، ولا يقتل البهائم، هذا رجل العدل في أمانه واجب. وخرجت إلى الشوارع ولم تمس بسوء. فلما وجدت يعني كل خبر يسيء إلى الإسلام في شبكة يقين يعني ممنتج موجود على هذا الموقع، أخذت موقفا من هذه الشبكة وظننت أنها تابعة إلى. هل يعني المشاهد اللي حضرتك رأيتها أو المقاطع اللي حضرتك تقصدها، أنهي مقاطع بالضبط؟ مقاطع فتاة أمام مزبيرو تسب وتشتم المسلمين، وتظهر هذه الإشارة للمايك، مشاهد أحد القساوسة الذي يسب، مشاهد للحتاف ما تقولوش علينا أقلية إحنا أصحاب الأرض دي، مشاهد كثيرة جدا من خلال هذه الشبكة. هذه شبكة إخبارية تنقل الحدث من مواقع. ما كنت أعلم أنهم هم الذين يقومون بالمنتجة، بل ظننت أن هذه المقاطع لدى الشبكة ينقلونها عنها. فيعني أنا أعتذر لشبكة اليقين عما يعني كنت أظنه، وأسأل الله عز وجل أن يكلل مسعاها، وكلمتي هذه مسجلة يعني أيضا حتى لا تمنتج لدى الآخرين. وأحذر من ينقل كلامي هذا ويحرفه على موقع آخر أن لدي ما أنشره على اليوتيوب وأفضحهم، كما كذب كثير منهم بتصريحاته ثم تراجع عنها، وهذا يعني عهدهم بذلك. شبكة كنت بتشكر حضرتك وبتتوعد يعني بتتعهد لحضرتك اللي هي بتنشر الحدث كما هو ولا تمنتج أي كلام، والكلام على مسؤولية حضرتك والكلام برضو على مسؤولية المتكلم. جزاك الله خيرا. وأوجه رسالة من خلال هذه الشبكة إلى مصر، مسلمين ونصارى، نحن نسكن في هذا البلد جميعا.
ولنا حقوق ولنا واجبات، فعلينا أن نؤدي ما علينا من حقوق وما علينا من واجبات، وعلينا أن نطالب بما لنا من حقوق في حدود الضوابط القانونية الموضوعة في هذا البلد، وليس من الإسلام ولا من المسيحية الأصيلة هذه الفتنة التي تدور. ورسالة إلى النصارى، إذا كان الاستقواء بالأمريكان فلينظروا إلى الأمريكان على أرض الصومال، على أرض العراق، على أرض أفغانستان، والمجاهدون العرب وقادة المجاهدين من مصر في كل مكان. وهذا ليس تهديدا، وإنما نقول أن الاستقواء بأمريكا لن ينفع، فميدان التحرير كله يستطيع أن يخرج للجهاد، وأصدقاء ميدان التحرير في السويس والإسكندرية وأسيوط موجودة وجاهزة لأمريكا، والسوار على أرض ليبيا خير شاهد على قمع أي حركة تنال من أي أرض عربية أو إسلامية. ومضى عهد الذل والخنوع والصغار، وأمريكا تعي ذلك جيدا. ويكفي أن هيلاري التي أتت إلى مصر لم يقابلها سائر واحد ويرحب بها، دلالة على أن أمريكا مبغوضة. وأمريكا المبغوضة هذه إن أرادت سوءا بمصر فلتنتظر مصير الاتحاد السوفيتي. شكرا. العفو. الله يبارك.